السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني وأخواتي المشاهدين في قناة عالم السماعات. السماعة اللي معنا اليوم من شركة بيلون موديل BLA8 بروميثيوس، سعرها 80 دولار تقريبا 300 ريال سعودي في موقع الإكسبرس. قبل أبتدي الريفيو أحب أوجه رسالة شكر وتقدير وعرفان للأخ لايتاب لدعمه المستمر للقناة، سواء بتعليقاته أو أفكاره أو دعمه بالأجهزة والسماعات. أمس وصلتني منه مجموعة مميزة، بإذن الله راح أسوي لها ريفيوهات ومقارنات. خاصة بين محولات البلوتوث، محول TRN-BT20S Pro، هذا هو اللي أرسله لأخوي لايتاب، وفيو UTWS3 وKZ-AZ09 في أقرب وقت ممكن بإذن الله. فكل الشكر لك أخوي لايتاب. بسم الله نبتدي معكم بعرض العلبة. هذا شكل السماعة، وشخصيا أشوفها من أجمل تصاميم السماعات اللي سبق وامتلكتها أو شفتها حتى. ومن الخلف تفاصيل تقنية للسماعة: حساسية السماعة 115 dB، مقاومتها حاطين قيمتين لها، باللغة الصينية حاطينها 32 أوم وبالإنجليزي 16 أوم. بحثت وحاولت أني أطلع الصحيح فيهم، وتقريبا هو 32 أوم لأنها تحتاج طاقة أعلى من سماعات 16 أوم. طول السلك 1.20 سنتي. استجابة السماعة للترددات من 20 هيرتز إلى 20000 هيرتز. البلاج 3.5، وتحتوي على سنجل دايناميك درايفر 10 ملي، والنسخة هذه اللي عندي بدون مايك. بسم الله نفتح العلبة. ملحقات السماعة، الكيبل، وصراحة أشوفه من أفضل الكيابل اللي شفتها على السماعات اللي أقل من 100 دولار. وتقريبا 4 مقاسات الاير تيب، وكيس قماش لحفظ السماعة. الكيبل 2 كور، وكونكتر السماعة 2 بن. وهذا شكل السماعة من قريب. ننتقل تقييمي ورأيي في السماعة. السماعة مصنوعة من المعدن بالكامل، ووزنها فيه ثقل نوعا ما، لكن إذا حطيتها بإذنك ما راح تحس فيه. ومن ناحية تصميمها أشوفها يمكن أجمل سماعة IM في السوق. السماعة ما تكتم إذنك بسبب وجودها الفتحات فيها، بسبب يعني التصميم، مريحة للاستخدام لفترة طويلة. حتى الايرتيب المرفقة معها مقبولة، مشابهة لجميع سماعات بيلون. عزلها للصوت الخارجي متوسط. السماعة تحتاج طاقة أكثر من مثيلاتها للتشغيل، يعني لو شغلتها من الجوال ما راح يعطيك طاقة كاملة لها أو طاقة كافية لها. السماعة سويت لها بيرن إن 100 ساعة قبل لا أستخدمها. الإيميجينج جيد كاتجاهات يمين ويسار، وصراحة الشبه معدوم انك تقدر تحدد بعد وقرب الآلة لك او الصوت لك. الديتيلز والمايكرو ديتيلز اللي هي التفاصيل والتفاصيل الصغيرة في الصوت في السماعة اشوفها من افضل سماعات السنجل دايناميك درايفر من الناحية هذه.
وسبريشن جيد جدا وأفضل من جميع إصدارات بيلون اللي جربتها. الريزولوشن جيد اللي هو جودة الصوت نفسه اللي طلعه. ننتقل تقييم الصوت. التوقيع الصوتي للسماعة في شيبت مثل ما تشوفون في صورة قراءة الترددات. طبعا تقييمي للصوت استخدمت الايرتيب المرفقة معها، وللعلم السماعة يتأثر صوتها بشكل كبير إذا غيرت الايرتيب، فالواحد يجرب شيء يستخدم ايرتيب هو عارفها عشان يكون الصوت مطابق لذوقه. أنا استخدمت معها واحدة من الايرتيب اللي عندي ميموري فوم، جتني مع سماعة فيو اف دي 5، تقريبا اختفى البيس في السماعة مع أن السماعة معروفة بالبيس اللي فيها. ونفس الايرتب هذه استخدمها مع الاف دي 5 ما أثرت لي على البيس، عشان كذا ما استخدمت أنواع ثانية من الايرتب غير المرفق معها. بالنسبة للبيس، الديب بيس المستمر جيد جدا، الميد بيس واضح وقوي وأسرع من إصداراتهم اللي استخدمتها اللي هي 03 و 01. بصراحة ما أقدر، ما أدري كيف أوصل لكم معنى اللي أقصد إذا قلت البيس أسرع من الموديلات الثانية، لكن أتوقع اللي بيقدر يفهمني اللي عندها أكثر من سماعة أو سبق وجرب أكثر من سماعة. البيس يختلف من سماعة لسماعة بحيث أنه يعطيك إحساس أن هنا البيس فيه شوي بطء، والبيس هنا سريع، والبيس هنا بطيء بزيادة. الميد بيس فيها بليد شيء بسيط يوضح مع الأغاني اللي البيس فيها عالي، يغطي على بعض تفاصيل الميد. كجودة البيس أعتبرها متوسطة. تقييم البيس بشكل عام جيد جدا. بالنسبة للميدز، الفوكلز الرجالي واضح ما فيها أي حدة، وشوف أنها أقرب للمتوازنة والطبيعي. وبالنسبة للفوكلز النسائي واضح وفيه شوية نعومة، مع أنه إذا كان طبيعة الصوت الحدة راح تبين لك الحدة عند استخدام السماعة. الجيتار والآلات الموسيقية بشكل عام اللي موجودة في منطقة الميد واضحة بجميع تفاصيلها، حتى المايكرو ديتيلز فيها ممتازة. بشكل عام الميدز أقيمه بجيد جدا. التريبل لو قارنته بالإصدارات 03 و 01 من نفس الشركة، في الإصدار هذا يعتبر أكثر حدة ووضوح من الإصدارين الثانيات، بس انه بشكل عام ما هو الحاد اللي يسبب لك تعب في الاستماع او يضايقك وانت تسمع. بالنسبة للسيبلنس اللي هو حرف السين او الاس بالانجليزي، في بعض الاحيان تحس بالحدة فيه بس انها ما تكون مزعجة، خاصة في الصوت في الفوكلز النسائي او الصوت النسائي. وبالنسبة لتفاصيل وطبقات التريبل واضحة، والديتيلز والمايكرو ديتيلز فيها اعتبرها مميزة، من افضل سماعات السنجل دايناميك درايفر. تقييمي للتريبل بشكل عام ممتاز. المصدر اللي شغلت او المصادر اللي شغلت عليها السماعة اي فاي زينداك وفيو بي تي ار 5. تقييمي للسماعة بشكل عام جيدة جدا، ومن افضل سماعات السنجل دايناميك درايفر اللي تحت $100 اللي سبق لي وجربتها. اللي يحبون البيس يكون عالي بشكل معقول وجودته جيدة جدا راح تعجبهم. وبالنسبة للأغاني العربية كصوت وكتفاصيل كطبقات وكديتيلز وحتى مايكرو ديتيلز أشوفها واحدة من أفضل السماعات، وحقيقة أي مستخدم بيستخدمها بشكل حصر للعربي للأغاني العربية أنصح فيها وبشدة. وفي الختام أتمنى أكون قدمت محتوى يحوز على رضاكم واستحسانكم، وإلى اللقاء في ريفيو آخر إن شاء الله. تقبلوا خالص التحية، أخوكم نايف.